أشوف أطفال كتير ماتوا وهم نايمين، وأنا خايفة يجي الدور عليا وأموت. أنا بدي أحقق حاجات كتير، زي أني أطلع دكتورة، بدي أحقق أحلامي حتى مدرستي تدمر. هجرونا اليهود، قالوا خلونا المدرسة، هجرونا من مكان نحن كنا قاعدين فيه. أجينا هنا في خيم، أجينا أول يوم كنا في الشارع، بعدين أعطونا خيمة وقعدنا هنا كلنا فوق بعض، ما بنموت في السقعة، ما بنلاقيش إشي إحنا نتغطى فيه أو أي إشي، بننام على الأرض كلنا مع بعض. أنا كان حلمي إني أصير بروفيسورة، وكنت في المدرسة وطموحي، بس كل إشي تهدم، المدرسة تحطمت وكل إشي تحطم، كل إشي الحين أنا صار حلمي الحين في الوقت الحالي إنه أنا أصلاً أقعد فقط في مكان آمن فقط، هاي الحين أنا حلمي بحلمه.